تستعد الأسواق المختلفة في أسوان لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تزينت المحال التجارية بالعديد من أنواع التمور المختلفة، وتحرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة الداعمة للقطاع الاقتصادي. مع اقتراب الشهر الفضيل تعمر الأسواق بالزوار والمشترين، لكن تظل لأسواق التمور نكهتها الخاصة التي تميزها عن غيرها. ففي أسوان استعدت الأسواق المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تزينت المحل بوجود العديد من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة، ويحرص التجار على تحميل أطنان التمور لإيصالها لمختلف المحافظات. بالنسبة كيلو البلح بتروح من 30 جنيه لغاية مثلاً 60 جنيه و70 جنيه، كل بلح عليها سعر، يعني سكوتي وبرتمودة وملكابي وجنديلة وشمية. تحظى محافظة أسوان بوجود 3.3 مليون نخلة على أراضيها، ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي تشكى والعوينات. بنيجي دايما نشتري البلح هنا من أجود وأجمل البلح، وطبعا البلح كل سنة وانتم طيبين، ده رمضان احنا بنعوف اللبن وبنبله بالمية، وهو اللي بنفطر بيه، وهو الفطار اللي بتاعنا اللي هو سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إمكانيات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور تمتلكها مصر، كما تحرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.